بيراميدز بقى ايه اللي خلاه يظهر بالشكل ده في المباراه؟ ايه اللي خلاه ما يبقاش عنده رد فعل في الشوط الثاني تحديدا؟ يعني الشوط الاول كان عنده فرصتين في منتهى الخطوره وسوء التوفيق اللي واقف معاه وطبعا تألق عواد. بس الشوط الثاني بلا اي رد فعل. هل بلا اي رد فعل عشان الزمالك كان دفاعيا رائع جدا هو اللي اكبر بيراميدز ما يبقاش عنده رد فعل، ولا انه كان في اخطاء من تكيس هي اللي خلت البيراميدز ما عندوش رد فعل؟ هو مش اخطاء. بيراميدز من اول الدوري بيلعب برتم واحد، بيلعب مع كل الفرق برتم واحد. ما بيجددش، ما بيغير. هو انا هاجم واخش من العمق والعب من الاطراف، اللي هي الكره الحديثه اللي ما بيجد. يعني في اوقات لا لازم اقابل من نص الملعب، لازم استحوذ ورا وبعدين العب على المرتده. لا بيراميدز في كل ماتشاته ضد الاهلي ضد الزمالك بيلعب مهاجم على طول على طول على طول. فييرا بتشوفه انت في ماتشات مقفل وبيخطف. سامي لما كان ماسك لاعب بيراميدز ماتش الكاس وقف نص ملعب ولعب على خطف جونين. اي حد هيلعب ضد بيراميدز مفتوح لا النهارده فييرا مقفل الملعب خالص، مفيش خرم ابره معديه. الكره اللي بتروح على عواد يعني بتضلين غير اللي هي السهله دي. فبيراميدز مشكلته انه بيلعب برتم واحد طول الماتشات، مفيش تجديد في الطريقه، مفيش يعني هو عبد الله هو المحور الاداء. وليد الكرسي ما حسيتش بيه النهارده مع انه لعيب كبير، بس ما حسيتش بيه كتير النهارده. رمضان في اوقات واوقات برضه ما حسيتش. اعتقد اللي اثر كمان على بيراميدز في الشوط الثاني خروج بلاتي توري الاصابه. المهم قوي اللي بتعرف تنقل الفرقه لقدام. لعيب كبير قوي. بس الزمالك كان مكتفهم قوي يا كابتن. ايوه صح. الزمالك كان خانقهم خانقه، ده فيه كام كوره بلاقي كله تحت الكوره ومفيش حد من الزمالك بيعرف بيراميدز يمسك الكوره الا واحد عبد الله عشان بيحضر. في جات لعبد الله كوره وهي جايه له بص كده وكده بسرعه، فحسين السيد طلع راح عاملها له. بقيه اللعيبه لا بيوقف الكوره ويستنى، فبيروحوا ضاغطين عليه اثنين ياخدوا الكوره. هو عبد الله الوحيد اللي بيشغل دماغه قبل ما الكوره بتجيله، عشان كده بيطلع الكوره.